أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج التوأم سبورت. غدا أول مرة في تاريخ القارة الإفريقية أن يكون النهائي بين ناديين مصريين على أرض استاد القاهرة. هذا حدث تاريخي بكل المقاييس، يعكس مدى تقدم وريادة الدولة المصرية على مستوى القارة السمراء من حيث المستوى الفني والتنظيم والروح الرياضية. جاءت هذه المباراة في ظل ظروف صعبة جدا، وجود فيروس كورونا المستجد على جميع أنحاء دول العالم، وفي ظل دعوة لنبذ التعصب بين جماهير الناديين. طبعا في البداية برحب بزميلي وأخويا العزيز الأهلاوي توأمي محمد، برحب بيك. أهلا وسهلا بيك، وبرحب بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم ونقدر نمتلكوا فيها بإذن الله. طبعا النادي الأهلي هو أكثر نادي على مستوى القارة الإفريقية تتويجا بالبطولات، هو نادي القرن العشرين في إفريقيا، حصل على 20 بطولة قارية، هو أكثر أندية العالم حصولا على بطولات ب 120 بطولة. طبعا كم أنت عظيم يا أهلي. طبعا النادي الأهلي هو أعظم نادي في الكون، وطبعا يعني نادي مهما اتكلمت عنه مش هقدر اوصف، لان نادي عظيم جدا، ونادي يعني مش رقم قليل ان انت تحقق اكبر رقم وتكون 120 بطولة على مستوى العالم، ده حاجة مستحيل تتكرر. طبعا نستعرض مع حضراتكم مشوار النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لعب 14 مباراة، فاز ب10 وتعادل في 3 وتهزم في مباراة. اول مباراة زي ما حضراتكم شايفين لعب نادي اطلع بره جنوب السودان، تاني مباراة في دور ال 32 لاعب كانو سبورت، تالتا في دور المجموعات أول مباراة كانت مع نادي النجم الساحلي التونسي، تمام. تاني مباراة كانت مع بلاتينيوم زيمبابوي، تالت مباراة كانت مع بلاتينيوم زي ما حضراتكم شايفين. المباراة اللي بعدها النادي الأهلي مع النجم الساحلي فاز 1-0، ومع الهلال 1-1. نستعرض حضراتكم مشوار نادي الزمالك هذا السيزون في دوري أبطال إفريقيا. في الدور التمهيدي ديكاداها الصومالي، دور ال 32 جنراسيون السنغالي، دور المجموعات مازيمبي الكونغولي، اول اغسطس الانغولي، زيسكو الزامبي. في ربع النهائي طبعا كانت مباراه قويه جدا مع نادي الترجي التونسي، من ثم في نصف النهائي مع نادي الرجاء المغربي، وكانت مباراه ممتعة جدا وكان فيها مفاجآت كثيرة للغاية. طبعا نادي الزمالك في عام 2003 طبقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صنف الأول عالميا على مستوى العالم، حقق الرقم القياسي في البطولات في موسم واحد، وهو رقم الذي يصعب تكراره، 7 مباريات في موسم 2003. طبعا في البداية هنرحب بضيوفنا الأعزاء اللي مشرفينا ومنورينا النهاردة في الاستوديو، وبجد فخورين بيهم. معانا كابتن هشام حفناوي لاعب النادي المصري ومنتخب مصر السابق، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا باشا، اهلا بيك. بنرحب بالناقد الرياضي الكبير استاذ وائل عباس في جريدة المصري اليوم، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك. طبعا في البداية هوجه السؤال للاستاذ وائل عباس، انت شايف ليه انتشرت التعصب بشكل كبير جدا على الساحه الرياضيه في مصر بين جمهور الناديين، وشايف مين السبب في وجود التعصب على المستوى الرهيب اللي احنا شايفينه على الساحه؟ طبعا هو في البدايه انا سعيد ان انا متواجد معاكم النهارده. موضوع التعصب هو انتشر زياده شويه الفتره الاخيره بسبب ظهور السوشيال ميديا والتفاعل الكبير الجماهير على السوشيال ميديا، خصوصا الشباب الصغير. اعتقد الامور ما كانتش بالشكل ده قبل ظهور السوشيال ميديا، زائد ان الاعلام الرياضي احيانا بيساهم في زياده التعصب، خصوصا الاعلام الرياضي المرئي. في الاول وفي الاخر هو التعصب بيبقى بس وقت المباريات، لكن اعتقد ان جماهير الزمالك والاهلي طبعا طول الوقت هم اصدقاء وقرايب واحباب، هي بس الظاهرة زي ما قلت لك الفترة الأخيرة مجموعة من الشباب الصغير على السوشيال ميديا هو ده اللي زود التعصب، لكن قبل كده ما كناش بنشوف الأمور بالشكل ده تماما يعني. صحيح. طبعا كابتن هشام، تقول إيه للجمهور يعني وبعدين تعصب كبير جدا انتشر في الفترة الأخيرة بين الجمهور الأهلي والزمالك أدى إلى كوارث، فيتوجه للجمهور إيه؟ بص، أولا أنا بشكر حضراتكم
بتواجدي معاكم، وانا سعيد اننا معاكم. وبعدين انتوا عاملين جو النهارده، حسيت ان انا في الملعب مش في الاستوديو. بنجهز المباراه ليه؟ اه يعني احنا النهارده حسيت ان انا في الاستوديو، ان انا في الملعب ومستني الماتش هيبدا. هو طبعا انا عايز اقول طبعا الحدث الكبير اللي هو احنا فيه، ان هو النادي الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، اول مره تحصل في قاره افريقيا كلها، نهائي القرن طبعا، نهائي القرن. وعايز اقول لك ان يعني هو الناس بتقول لك ان ده مش هيتكرر تاني. انا عايز اقول لك حاجه، ان شاء الله يعني ان ده مش هيكون اول واخر نهائي بين الاهلي والزمالك في افريقيا طبعا. ان شاء الله انا حاسس ان هو باذن الله هيكون هيتكرر تاني السنه الجايه اللي بعدها، لان احنا كلنا اتفرجنا على الفرق الافريقيه كلها. صحيح. شايفين حاليا ان الاهلي والزمالك في حته والفرق كلها بقت في حته بامانه. الاهلي والزمالك عالي جدا، فعشان كده انا بشايف ان هم ان شاء الله الحدث ده هيتكرر باذن الله، وبعد كده ان شاء الله هيخش بيراميدز وهيخش فده يعني ايه حدث ان شاء الله نتمنى يتكرر باذن الله. الحاجه الثانيه النهارده ان احنا الماتش لازم نعرف فيه ان في نهايه طبعا، مكسب وخساره طبعا. صحيح. اللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول لك، واللي هيكسب النهارده بكره هيخسر. هي في الاول وفي الاخر لعبه، هي لعبه دي اللي عايز الناس تفهم طبعاً، والجمهور يفهموا كده. ف والماتش طبيعه الماتش كله الجمهور هو اللي بيحلي، وتعصب وزي ما انت بتقوله زي بيتكلم يعني تعصب انت شفته. عايز اقول لك حاجه، حلاوه المنافسه في التعصب. التعصب طبعا، حلاوه الحاجه اللي هي يعني انت عارف انت ما بيكون، معلش مع احترامي، لو ما فيش تعصب هتلاقي ان يعني ايه الفرق بين الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك وماتشات بين حد تاني. بس طبعًا التعصب يا كابتن يكون بمقاييس ومعايير معينه، يعني ليه حد معين. اولا احنا لازم نفهم التعصب بمعايير وباحترام وحب. هي القصه كلها باول واخيرا ان الماتش ده اسكندريه رياضي في ارض مصر، هي احنا بنمثل قدام العالم كله شكلنا تاريخنا. صحيح. حضارتنا. صحيح. سلوكنا، فلازم كلنا نعرف ان ده ماتش كوره. احنا بنشوف الدوريات الاوروبيه الانديه بعد الماتش بيسقفوا لبعض، نهائي اوروبا، ابطال اوروبا وابطال الانجليزي وكل حاجه. فلازم نتعلم احنا ليه بنفرج على الماتشات دي طبعا. مش عايزين نتعلم ولا نفرج عشان نطلع منها بدون نتيجه طبعا. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان باذن الله ان الماتش يخرج بمظهر كويس قدام العالم. صحيح. نقول للكسبان بصرف النظر ان كل واحد اهلاوي او زملكاوي، نقول له مبروك، نقول له تاني هارد لك. وان شاء الله تتعوض باذن الله. وده ياما كسب وده ياما كسب. صحيح. يعني كلام طبعا. فنتمنى ان شاء الله ان الماتش يخرج بروح رياضيه كويسه. ولازم تعرف حاجه، ان اللعيبه اصحاب طبعا، وفي كل بيت اهلي وزمالك اصحاب طبعا، دينا كلها اصحاب طبعا. يعني هي حتى بتبقى وقت، يعني النهارده لما بقى انا اهلاوي وصاحبي زملكاوي او زملكاوي بنغيظ بعض شويه وخلاص طبعا، والعكس لو انا زملكاوي وهكذا. صحيح. فلازم كل حاجه تاخد وقتها البسيط وينتهي. صحيح. الحدث البسيط. صحيح. استاذ وائل، شفنا في المسحه بتاعه الكاف طبعا تاكد غياب الونش واوباما وعبد الله جمعه، وطبعا دول احد الركائز الاساسيه لنادي الزمالك، خصوصا ان عبد الله جمعه ملوش بديل في نادي الزمالك. انت عارف ان عبد الشافي مصاب، وعبد الله جمعه هو كان اللي بيلعب جناح اساسي. فشايف ان الغيابات بسبب فيروس كورونا هتؤثر بالسلب بنسبه كام في المية على نادي الزمالك؟ مبدئيا هو يعني طبعا ربنا يشفي اللعيبه كلها ويشفي كل المصابين ان شاء الله. المشكله في الزمالك اكبر من مشكله الاهلي. يعني احنا لو جينا بصينا على فكره ان الزمالك اتصاب منه 3 لعيبه، تم الاعلان عن 3 لعيبه، والاهلي تم الاعلان عن 3 لعيبه. الثلاث لعيبه في النادي الاهلي هم صالح جمعه، هو بعيد عن المشهد اصلا تماما، وليد سليمان طبعا بحكم السن وحكم نوعيه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي، فهو اغلب الوقت قاعد على دكه البدلاء. اي نعم بيبقى ورقه رابحه لما بينزل، لكن هو مش مؤثر في التشكيله الاساسيه. هو المؤثر بس اليو ديانج. طبعا نادي الزمالك هو اللي بيتعرض لخساره اكبر، خصوصا ان عبد الله جمعه فعلا ملوش بديل، هيشارك اسلام جابر مكانه، وهو ده الوحيد اللي يقدر يؤدي الدور ده في الجبهه اليسرى. كمان اوباما لعيب مهم جدا، لعيب من افضل اللعيبه في مصر اللي بتلعب رقم 10 تقريبا، هو العنصر الوحيد في الزمالك اللي بيقدر يعمل الربط ما بين الخطوط. صحيح. بيقدر ان هو كمان، والكره مش مع الزمالك، بيقدر ان هو ينزل
شويه يقفل مع لعيبه نص الملعب، بيحل بالظبط، بيحل ازمات ومشاكل كتيره جدا في استلام الكوره، وان هو يخلق يعني حلول للعيبه وهي معاها الكوره. نفس الامر طبعا بالنسبه لمحمود حمدي الونش، هو المدافع الافضل في مصر حاليا. مصر حاليا صحيح، وشفنا تعلقه مع المنتخب المصري. بس طبعا الانديه الكبيره يعني بيبقى ليها بدائل كتير، يعني النادي الاهلي برضو ديانج مؤثر، لكن دي ركائز اساسيه، دي ركائز اساسيه. أكيد. طيب هنستاذن حضراتكم، طبعا معانا مكالمه من نجم نادي الزمالك كابتن اكرم عبد المجيد. بنرحب بحضرتك كابتن معانا على الهواء. حبيبي اهلا بيك وتحياتي ليك ولكل مشاهدينك، وطبعا كابتن هشام الهبناوي حبيبي والاستاذ وائل الصحفي المعروف الجميل، تحياتي ليكم، ويا رب كده يكون بكره كده نشوف مباراه تليق باسم الكره الافريقيه والكره المصريه ان شاء الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله. كابتن اكرم، في البدايه شايف ليه نبذ التعصب اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا، وليه الاحتقان الرهيب بين جماهير النادي والزمالك؟ شايف ايه السبب في ده؟ وهل انت كلاعب في نادي الزمالك لعيبة النادي الأهلي ما كانتش زمايلك وأصدقائك وحبايبك وبتصاروا مع بعض وبتقضوا أوقات جميلة مع بعض؟ والله ده مش زمان بس، لا لحد دلوقتي لسه مع بعض، بنلعب خماسي وبنتقابل مع بعض وبنقعد مع بعض وبنسهر مع بعض وبنخرج مع بعض وبنطلع حفلات مع بعض. يعني احنا لحد دلوقتي مرتبطين في كل حياتنا مع لعيبة الأهلي القدامى ولعيبة الزمالك القدامى، يعني الارتباط، وفي ارتباطات اسريه بيننا وبين بعض. يعني فيعني احنا التعصب ده بدا يظهر لما بدات السوشيال ميديا تكتر، وبدات الدخلاء على الرياضه تبقى موجوده، اللي هو ما عندوش سياسه الاختلاف، يعني كل واحد بيتعصب لرايه وبيتعصب لفرقته، ولو حد مخالف ليه تسمع بقى الشتائم والسباق والكلام اللي هو الخارج عن المجتمع المصري وعاداتنا الجميله. فنتمنى ان شاء الله ان الروح تسود وترجع للملاعب بتاعتنا وترجع على السوشيال ميديا. كنا نختلف باحترام، يعني انت صحيح طبعا. يعني احنا بنقول حاجه حلوه قوي، بنقول لك ايه؟ نعم للانتماء لا للتعصب، يعني انتمي لفرقتك وشجعها وحبها، لكن ما طبعاً تتعصبش ولا تتعصب ضد المنافسين. يعني طبعا كابتن، بعد الغيابات الكبيره في الناديين بسبب فيروس كورونا، ايه توقعك لتشكيل الفرقتين رغم الغيابات دي؟ والله وتشكيل الزمالك انا يعني انا بتوقع طبعا ابو جبل ومحمود علاء وعبد الغني، ولو حازم امام جاهز ممكن يبدا، او احمد عبد الغني او احمد عيد او ويلعب ناحيه الشمال اسلام جابر وساسي وطارق حامد في وسط الملعب، وقدامهم يا زيزو او شيكابالا، ويبقى لو شيكابالا يبقى زيزو ناحيه اليمين ونجم ناحيه الشمال ومصطفى محمد، لو هنلعب بزيزو وهنلعب ونجم ناحيه اليمين وبن شرقي ناحيه الشمال ومصطفى محمد قدام. يعني ده التوقع او المتوقع، يعني او اقرب حاجه للي انا متوقعه يعني. تمام. بالنسبه للنادي الاهلي، علي معلول ناحيه الشمال، وايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني لو سليم ممكن يلعب او يشوف بديل بقى يكون يعني ممكن يحط رامي ربيعه او يحط اي حد بيقدر يلعب ناحيه اليمين برضه، لان برضه عندهم مشكله في الباك رايت بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا في السوليه وفي حمدي فتحي وفي اجاييه وقفشه ذكرني طيب مروان محسن، مروان محسن وحسين الشحات، ومروان محسن راس حربه صريح، و حسين الشحات، وحسين الشحات ناحيه اليمين. يعني ده الثلاثي. كابتن ممكن لو هو استخدم حسين الشحات كباك رايت هيبقى بقى في مشكله ثانيه، ان هو ممكن كهربا جيرالدو. ممكن كهربا يبقى اضافه في المباراه، جيرالدو او كهربا عشان يكهرب المباراه. كابتن، شايف مين النادي اللي اتاثر بالغيابات اكتر، نادي الزمالك بغياب الونش ويوسف اوباما وعبد الله جمعه، ولا النادي الاهلي بديانج ووليد سليمان وصالح جمعه؟ لا احنا لو جينا نشوف هنلاقي ان غيابات الزمالك مؤثره اكتر بكتير طبعا، لانك انت عندك اثنين مهمين جدا في خط الظهر. بالنسبه لعبد الله جمعه ملوش بديل، عندك الونش مستواه الفتره ديت يعني ما شاء الله
ربنا يحميه من الاصابات فارق جدا الفتره ديت. لكن طبعا محمد عبد الغني، انا من وجهه نظري ان محمد عبد الغني لعيب كبير، ولو خد فرصته هيثبت وجوده يعني، ممكن ده متعوضه شويه. لكن عبد الله جمعه صعبه شويه، واوباما كمان في مشكله في غياب اوباما. لكن بالنسبه للاهلي وليد سليمان بيلعب على فترات، بالنسبه لصالح جمعه يعني كده كده مستبعد بقى له فتره طويله. لو جينا نشوف الو ديانج الوحيد اللي مؤثر طبعا، وانا اعتقد ان هو اصلا الو ديانج جاي مصاب من المنتخب يعني. كابتن انت بتوقعك ايه نتيجه المباراه ان شاء الله غدا؟ لا التوقع صعب يعني، انت في مباراه زي مباراه القرن دي صعب جدا تقول يعني توقع بالنسبه لها طبعا. الفرقه اللي هيبقى عندها ثبات انفعالي هي اللي هتبقى افضل، الفرقه اللي عندها اصرار على المكسب هي اللي هتبقى افضل، الفرقه اللي هتقاتل من اجل الحصول على البطوله من غير توتر ومن غير عصبيه هي اللي هتبقى افضل. وانا طبعا انا بالنسبه لي اتمنى ان شاء الله فوز الزمالك طبعا من غير عصبيه ان شاء الله الاهلي باذن الله. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي باذن الله. الفوز نادي الزمالك يا كابتن ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن اكرم على المداخله الجميله، بنشكرك. طبعا كابتن هشام في الفتره الاخيره تردد ان نادي الزمالك بيفوز على النادي الاهلي في اخر مباراتين، فهل ده تحفيز للعيبه ام تاثير عليهم؟ بص هو طبعا كان السنه دي لعبوا مع بعض 3 ماتشات طبعا، سوبر والدوري. وانا عايز اقول لك حاجه، هو ماتشات الاهلي والزمالك يعني ما بيبقاش لها مقياس طبعا. يعني ساعات الاهلي كويس قوي ويتغلب، وساعات الزمالك بيبقى كويس ويتغلب طبعا. فهو حته ان النهارده ان توقع يعني الماتش او اي حاجه ده صعب. اي ساعه الماتش ودول الاعصاب كل فرقه كل لعيب، هو ده مقياس المكسب طبعا. حته بقى ان هو النادي الزمالك كسب السنه دي او كان كعبه عالي على النادي الاهلي، ده خد بالك برضه بتبقى سلاح ذو حدين طبعا. اولا ممكن تبقى للنادي الاهلي حافز كويس قوي ان هو ما عندوش استعداد يتغلب ثالث، وان هو ده برضه ان هو عايز يعوض بس. وبرضه ان في ممكن تبقى نادي الزمالك ان هو عنده ثقه زياده ان هو كعبه عالي على النادي الاهلي وكسبه قبل كده وكده، وممكن تكون قاعد فحته برضه. لكن ما هي برضه الماتشات دي ملهاش دعوه بمقياس ده كان كسب قبل كده طبعًا، وده اتغلب قبل كده، والنهائي ليه والنهائي ليه النهائي طبعا. اصل النهائي ده والماتش ده بالذات ليه بالظبط بيخش 3 بطولات طبعا. يعني مكسب ماتش بكره 3 بطولات، انت بتكسب بطوله افريقيا صحيح، كاس العالم داخل كاس العالم الانديه، السوبر الافريقي عندك في القاهره طبعا. يعني خد بالك ان انت النهارده مع نهضه البركان المغربي، نهضه البركاني. فالنهارده الماتش بكره ده البطوله 3 بطولات طبعا، فله مقياس تاني وله حسابات تانيه مالهاش دعوه بقى بان مين كسب قبل كده ومين اتغلب قبل كده، فمالهاش مقياس طبعا. فهو الفرقه هدوء الاعصاب، هدت الاعصاب ثبات فعالي، الناس اللي كل واحد اللي هو مذاكر مركزه، مذاكر كل واحد الفرقه اللي قدامه هو اللي هيفوز، صدقني ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له طبعا. صحيح طبعا. استاذ وائل، شايف ان باتشيكو هينزل مهاجم ولا مدافع؟ وهل زي ما بيقولوا الاهلاويه بن شرقي هو سلاح نادي الزمالك؟ هو طبعا هم خايفين من بن شرقي جدا يعني، هو احنا ما بنخافش من حد، هو اللي عامل الرعب للنادي الاهلي خد بالك. كويس هو يعني باتشيكو يعني ما بيغامرش صحيح، هو مدرب بيبقى مقسم. فاجئنا في مباراه الرجاء اللي الزمالك بيدافع طول المباراه، والشوط الثاني كان مهزوم واحد نزل عامل ريمونتادا. لا هو بالنسبه لمباراه الرجاء دي كانت ظروف خاصه، لان باتشيكو كان مغير طريقه اللعب اصلا. يعني هو كان بيلعب في الشوط الاول كان بيلعب 4-1-4-1، كان بيلعب باربع مدافعين وقدامهم طارق حامد، بعد كده اسلام جابر وساسي قدامه، والطرفين بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد مهاجم. الطريقه دي لو فرقه الزمالك يعني متمرن عليها كويس، الرجاء مش هيقدر يخرج من نص ملعبه بالكوره طبعا. لكن واضح ان هو كانت مفاجاه للعيبه حتى، فكان الرجاء بيلعب بين الخطوط مرتاح جدا في الشوط الاول. لما رجع للشوط الثاني بعد ما دخل في الزمالك الجون، رجع للطريقه التقليديه اللي اللعيبه حافظاها. خلينا في مباراه النهارده، هي خلاص بقت مباراه اليوم تمام. باتشيكو هينزل مهاجم ولا مدافع؟ لا مش مدافع يعني ان شاء الله، مش هيهاجم. انا هو هيبقى مقسم المباراه،
هو باتشيكو طبعا بيهمه اكتر حاجه في المباراه، لما في مباريات الزمالك عموما ان الخطوط تبقى قريبه من بعض ويبقى الدفاع بيبقى كومباكت، وفي نفس الوقت التحولات السريعه عن طريق زيزو بن شرقي وعن طريق لما كان اوباما بيبقى موجود، او تجميع الكوره في مكان معين ونقل الكوره في الناحيه العكسيه اللي هو شايف ان في البوله اللي عند نادي الزمالك في حد ممكن ينزل يقلب نتيجه المباراه؟ للاسف يعني دكه الزمالك يعني عندنا اوناجما، عندنا شيكابالا، يعني عندنا مصطفى. لا ما هو بس خلينا نتفق على حاجه، في حاله ان باتشيكو قدر ان هو يعني حب ان هو يسيب الاطراف زي ما هي، لان هي قوه نادي الزمالك في بن شرقي وفي احمد سيد زيزو بيمثل حوالي 60%، الطرفين دول بيمثلوا 60 او 70% من قوه الزمالك الهجوميه. في حاله ان هو يستعين بحد منهم مكان اوباما فهو كده هيخسر جزء كبير من قوته الهجوميه، فلازم يكون في لاعب يلعب رقم 10. مفيش حد جاهز يلعب رقم 10 على الدكه غير شيكابالا، الا لو كان ونجم سليم بنسبه 100% وهيستعين بيه ويدخل بن شرقي. شايف ان شيكابالا مستواه البدني يقدر يجاري الفريق؟ هو برده شيكابالا لما يلعب رقم 10 غير لما يكون بيلعب على طرف الملعب على الخط. رقم 10 هو اللي هيفرق بينه وبين اوباما ان شيكابالا مش هيقدر يعمل الدور الدفاعي لما الكره تتقطع منه. صحيح طبعا. لكن شيكابالا طبعا عنده رؤيه هايله، الكره في رجله، المهاره ما بتتنسيش، ممكن يكون بدنيا مش زي زمان، لكن ولكن ميزه شيكابالا ان هو بيلعب على الطرف اكتر، يعني بيميل ناحيه اليمين وبيدخل لجوه، فدي ميزه شيكابالا. لو شيكابالا بقى في وسط الملعب هيبقى كده فقدنا في الفتره الاخيره شيكابالا. في الفتره الاخيره باتشيكو جربه اكتر من مره في حته مركز رقم 10، وكان ماتش الاسماعيلي تحديدا كان مميز جدا وصنع اكتر من فرصه وصنع اهداف، فيعني انت مجبر طبعا. ما عندكش حل تاني طبعا. خصوصا كمان فكره ان ضغط المباريات والدخول والمشاركه في كذا بطوله خلت المدير الفني سواء كان كارتيرون، يعني كارتيرون اول ما جه كان بيعمل تدوير بعد كده اعتمد على مجموعه معينه، نفس اللي كان بيعمله جروس السنه اللي فاتت، باتشيكو نفس الامر معتمد على مجموعه معينه، المجموعه الجاهزه قليل قوي لما بتلاقي حد من اللعيبه اللي على الدكه او من باقي القائمه دخل من بعيد كده او بشكل بسيط لان هم مش جاهزين اصلا، فانت مجبر قدامك امر واقع، هم اوراقك محدوده، هم دول اللي هتقدر تلعب بيهم في مباراه بكره، مفيش اي مفاجآت يعني. طبعا كابتن، بعد طبعا غياب احمد فتحي ورحيله لنادي بيراميدز، هل ده هيأثر على النادي الاهلي بتأثير سلبي؟ بص طبعا احمد فتحي من اللعيبه جامده جدا طبعا، كان في الاهلي وكان في مركز الباك رايت، بس ده خلاص واقع. فالنادي الاهلي وبرضه يعني الاهلي معودنا دايما ما تاثرش بحد طبعا، بياخد فتره معينه وبعدين بديل بتاعه بيجي زي ما حصل مع عبد الله السعيد وغيره كده يعني. طبعا هو انا في رايي ان عبد الله احمد فتحي حسين الشحات حسين الشحات احسن واحد حاليا يعوض غياب احمد فتحي عن محمد هنيش. يعني حسين الشحات في بدايته في المقصه وتألقه وظهوره كان مع المقصه بس دفاعيا ضعيف جدا، يعني حسين الشحات بيميل للهجوم اكتر مع نادي المقصه كان كده. وبعدين في نادي الاهلي برضه في ميزه عن نادي الزمالك، ونادي الزمالك في ميزه عن الاهلي. نادي الزمالك لو كلمت النهارده على لعيبه الفرديات الاهلي الزمالك احسن اكتر طبعا، احسن الزمالك احسن. كان قلت لي بقى احمد علاء، محمود علاء والونش وبن شرقي وبن شرقي وكلام من ده احسن محمد طبعا. صح طبعا. اما تيجي تبص بقى الاهلي جماعيا، الاهلي بيمتاز باللعب الجماعي، الجماعي فعشان كده يعني تحس ان هو ما بيتاثرش. ولدول ذلك ان النهارده بقول لك النهارده مثلا محمود علاء والونش سيد يعني قلب دفاع احسن من بتوع النادي الاهلي. صحيح. وكده ما تيجي النهارده تبص بقى النادي الزمالك افريقيا والدوري دخل فيه قد ايه؟ طبعا هتلاقي اكتر كده اكتر طبعا. النهارده فيه النهارده بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد ثلاثه احسن من بتوع النادي الاهلي طبعا كشخصيه كلعيبه. طب النهارده نادي الزمالك احرز كام جون؟ والنادي الاهلي حرز كام جون؟ طبعا. اللي جاي من في الدوري 70 وي صح؟ صحيح طبعا. طيب النهارده النادي الاهلي الزمالك لما تحس اللي جاب لي جوان في النادي الزمالك هتحس ان هم مدافعين لا اثنين ثلاثه طبعا، محمود علاء، مصطفى محمد، زيزو كده يعني طبعًا. ايه قليلين. النادي الاهلي لا اللي جاب لي جوان هتلاقي ناس كتير طبعا، مش معتمد على حد. فاللعب الجماعي في النادي الاهلي ده بيغطي على ان انت ممكن اي حد غايب او فرديات او اي حاجه طبعًا. احمد فتحي مشي، يانج مصاب او او او
في اللعب الجماعي مع الاهلي اللي هو متعود عليه صح. ما بتحسش ان في حاجه ناقصه. طبعا طبعا حتى النادي الاهلي لما بتحس انه بيتغلب باخطاء بسيطه قوي طبعا خد بالك. لكن فهو ده برضه خد بالك يعني حتى احمد فتحي محمد هاني يقدر يعني ياخد مكان احمد فتحي ولا صعب؟ بص هو صعب. محمد هاني كان بدأ كويس قوي زمان محتاج خبرات نزل مستوى يعني نزل شويه مستوى وكده. انا رايي ان حسين الشحات افضل في المكان ده حاليا احسن محمد هاني. واذا كان محمد هاني برضه خارج من اصابه او يعني كده بحيث ان محمد هاني في الماتشات الثقيله قوي رجليه ما بتشيلوش معرفش ليه. يعني انا وجهه نظري ان هو في الماتشات العاديه يمكن استاذ وائل برضه يعني ناقد رياضي في وشايف الماتشات وكلام من ده ان محمد هاني في الماتشات العاديه تلاقيه كويس جدا صحيح. في ماتشات الاهلي والزمالك منتخب بطولات افريقيا اذا كان اللي كانت الوداد او الماتشات الافريقيه تحس انها اخده علامات رجليه ما بتشيلوش صحيح طبعا طبعا. استاذن حضرتك معانا مكالمه طبعا من نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن سيد حمدي ونرحب بحضرتك على الهواء. مساء الخير يا محمد انت وزيزو. مساء الخير عليك. تحياك بضيفك الكرام كابتن هشام والاستاذ وائل. نورتنا يا كابتن والله ربنا يخليك. كابتن سيد في البدايه انت ايه رايك في نبذ التعصب على السوشيال ميديا والاحتقان اللي بين جماهير الناديين؟ هو موجود يعني كان موجود من زمان طبعا في شده كده يعني اللي هي تحيز جدا للفريق اللي بتشجعه كان الاهلي او الزمالك ده موجود من زمان لكن زاد بسبب السوشيال ميديا والفيسبوك وامور اللي كترت قوي فادت للشحن شحن مش يعني ما كانش موجود زمان يعني للاسف كانت التشجيع كان بتشجع فرقتك في امتناع لفرقتك لكن الموضوع زاد على حد بقى بشكل يعني مش كويس يعني الموضوع تطور جامد جدا جدا برغم صداقتكم يا كابتن يعني برغم صداقتك مع لعيبه نادي الزمالك نعم برغم صداقتكم اللي بتجمع بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ده من زمان الكلام ده من ايام ما كنا طبعا من ايام ما كنا يعني صغير واحد صغير بيشوف الكابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته وده بيغير تيشيرته وده بيلبس التيشيرت بتاع الزمالك وده والعكس وفي اوض اللبس مع المنتخب بالظبط لا في 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 صداقه وفي بره الملعب وجوه الملعب وده من زمان جدا وفي وقتنا الحالي لكن الجمهور ما عرفش في الايام دي الموضوع زاد في التعصب والموضوع بيضر بقى يعني طبعا طبعا بتلعب وخلاص اصحاب لكن الجمهور هو اللي بيضر اتمنى مباراه الاهلي والزمالك تطلع بشكل يليق بمصر ان لاول مره في تاريخ البطوله ان فرقتين بيلعبوا النهائي وكمان في مصر فاحنا في الحالتين كسبانين اتمنى طبعا كراجل اهلاوي اتمنى طبعا المكسب للنادي الاهلي لكن يهمني ان البطوله تخرج بشكل يليق بالكره المصريه انت عارف يعني ايه مصر دلوقتي في القمه يعني في الرياضه يعتبر لما فرقتين زي الاهلي والزمالك يوصلوا النهائي ده كده سيطرة للكرة المصرية وإنجاز يتحسب بمصر بشكل عام فأتمنى يا رب فرقتين يقدموا لنا كرة حلوة والكل أحسن يكسب يعني طبعا كابتن توقعك إيه لتشكيل الفرقتين بعد إصابات فيروس كورونا اللي أثرت على اللعيبة؟ والله أنا يعني أعتقد التشكيل مش هيخرج بره التشكيل الرئيسي اللي من خلال متابعتي يعني الماتشات الأهلي والزمالك اعتقد الاهلي ممكن يبدا بالشناوي على يمينه محمد هاني اثنين مساكين ياسر وايمن معلول في الشمال طبعا هيبقى في نص الملعب اعتقد السولية مش عارف ديانج حمدي فتحي لان ديانج اصاب ما اعرفش ديانج ظروفه ايه مصاب بفيروس كورونا مصاب اعتقد برضو ممكن ان شاء الله باذن الله هيبقى في قفشه في حسين الشحات في مروان في بابشي وكهرباء واعتقد في كهرباء برضو يعني طبعا. اعتقد التشكيل الاقرب او الناس دي هي اللي اجهز في الفتره دي واعتقد التشكيل مش هياخد بره المجموعه دي
كابتن سيد، في النهاية تتوقع النتيجة هتكون ايه، وايه الفريق اللي هينزل عنده ثقة اكتر؟ والله انا شايف ان الكفتين بشكل كبير جدا بالنسبة للدفاع والهجوم في الفرقتين. الاهلي بيمثل في الحتة الهجومية قوة ضربة، وفي الزمالك برضو اعتقد ان الزمالك قدر الفترة اللي فاتت ده في استقرار، وقدر يجيب لعيبه محترفه ولعيبه محليه. اعتقد ان شايف ان الكفتين يعني متساويين. خبرات الاهلي اقصى شويه في النهائي، لكن انا اعتقد ان المباراه متساويه ومش هتتحسم يعني في البدايه، يعني هتتحسم في اخر الماتش. واعتقد الاهلي ده هو اللي هيكسب، يعني انت عارف ماتشات الزمالك ما تبقاش لها حسابات غير لما 90 دقيقه تخلص يعني. صحيح طبعا. بنشكرك يا كابتن سيد، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. في النهايه استاذ وائل، توقعاتك ايه للمباراه بكره؟ المباراه ما لهاش توقعات، حتى مباريات الدوري بين الاهلي والزمالك ما فيهاش توقعات، دي مباراه كبيره ومباراه ببطوله. اتمنى طبعا الفوز لنادي الزمالك، دي حاجه بالنسبه لي. كونك زملكاوي زي طبعا. دي حاجه من اهم الحاجات اللي ممكن تحصل في حياتي، يعني ان تكسب بطوله افريقيا هنا في مصر وتكسب على حساب الغريم التقليدي. لا، في حاجه تحتفل انا وانت مع بعض، في حاجه تحتفل مع بعض ان شاء الله. طبعا بكره 27 7 زائد 2 9 للنادي الاهلي ان شاء الله، لكن الموضوع 74 5 الشهداء وليه ما تبقاش 6؟ ليه ما تبقاش 6؟ دي حاجه ثانيه. وانا بقول يعني ان شاء الله باذن الله نشوف مباراه قويه ومباراه كبيره بين الفريقين باذن الله. ان شاء الله ربنا يحفظ اللعيبه كلها من الاصابات، وطبعا باذن الله اتمنى فوز نادي الزمالك بالبطوله ان شاء الله. كابتن هشام، توقعك ايه نتيجه الفرقه الماتش، وايه التشكيل اللي النادي الاهلي هيلعب ان شاء الله؟ بص، هو الماتشات دي زي ما قلت لك ما فيهاش توقعات. تمام. واللي يتوقع ده راجل يعني مش لحد لعيب الكوره والرياضيين، ما فيش توقعات في الماتشات اللي زي دي. الاهدى الاعصاب، اللي واثق من نفسه، اللي مذاكر الفرقه الثانيه كويس، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه يعني. اتوقع طبعا التشكيل مش بيخرجش، يعني لو سالت اي حد في الشارع او انت لو انت حتى بتكتب التشكيل ان هو ما بيخرجش يعني، خد بالك من طبعا اي حاجه. طبعا محمد الشناوي جون، محمد هاني بقايت، في لو هو سليم يعني، او هيبقى تلعب حسين شحات لو هو مكانه يعني، في ياسر ابراهيم وايمن اشرف، في علي معلول، في حمدي فتحي وعمرو سلية قدامه، مجدي قفشه، في حسين شحات قدام لو ما لعبش ورا يعني، في مروان محسن، في اجاي. فده التشكيل الامثل يعني. تحب توجه الى الجمهور قبل المباراه؟ انا عايز اقول للجمهور استمتع بالماتش. مين يكسب مين يخسر دي نتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن استمتع، حاول ان انت تحس ان احنا في حدث من الصعب اذا كان بيقولوا هيحصل، ان شاء الله يحصل كتير ان شاء الله باذن الله. ان نهائي افريقيا عندك فرقتين بلد واحده استاد القاهره، العالم كله بكره تبعك طبعا، دي نقطه مهمه، العالم طبعا كله تبعك. فانا عايز اقول للجمهور استمتع، شجع فرقتك كويس، مالكش دعوه بالفرقه الثانيه، كسبت احتفل حتى بدون ما انت اصلا بدون ما تجرح حد طبعا. يعني الامور كلها بتبقى سهله، ان احنا اول اخر مصريين طبعا بلدنا، واحنا يعني وبعدين احنا في الظروف بتاع كورونا وكلام من يعني، الامور كلها نختار ان شاء الله. حضرتك تبارك لجماهير نادي الزمالك بكره، والله ان شاء الله نكسب مع بعض، نحتفل ان شاء الله نكسب بفوز النادي الاهلي، كان اكتسع يا اهلي ان شاء الله. بس تاني والله العظيم انا عشان اصلا يعني واحد لعيب كوره ورياضي، انا عايز اقول لك حاجه والله بصرف النظر، والله ان شاء الله انت هتبقى مرضي بكره، عايز اقول لك ان انا هو موسيماني عايز ياخد كاس العالم بكره، موسيماني مصمم. انتوا اصلا عاملين تعصب، انتوا الاثنين مش نازل تعصب كده طبعا. لا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن هشام، وحقيقي سعداء بوجود حضرتك معانا والله. ربنا يخليك يا رب، دايما البرنامج بتاعكم كده بيبقى اعلى مشاهده ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، وباذن الله كويس. استاذ وائل، شرفتنا ونورتنا، بنشكرك شكرا جزيلا ودايما تفضلك. شكرا شكرا. الساده المشاهدين، ان شاء الله هنعود بعد الفاصل مع جماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك، وان شاء الله تكون فقره قويه. انتظرونا بعد الفاصل.